كتب عراقيون عبر فيسبوك إنها فضيحة جديدة لوزارة النقل. قال آخر: إذا ماكو صيانة للسكة ليش تشغلون القطارات؟ وثالث أضاف: إذا انقلب القطار وصارت مصيبة لا سمح الله إيش راح يكون ردكم للناس؟ تعالوا نشاهد هذه المادة المصورة ثم ننتقل إلى ثانية لا تقل عنها صعوبة أو كارثية. السلام عليكم وحياكم الله. اليوم احنا بمنطقة الدورة بالمهدية، وبصراحة الأخ هنا أحد المواطنين حريص على مواطن على ملك الدولة. ملك الدولة يقول يا بتا الناس بيها القطار ايه؟ راح ينقلب، يعني وصل مرحلة. انت تشوف القطار من يمر من عمي؟ شوف شلون عبارة عن عاصفة. عاصفة راح يعني بأي لحظة ينقلب. شوف هسه هاي براغي بليد، شوف بليد مواطن من حرصه ما حد يشوف. شوف ولا شيء خايس. هذا برغي خايس 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 زين. مراهمات ترهيم. هذا هم الثاني، هذا مكسور. هذا شوفوا راخي يتحرك جوا جسر الدور. شوفه كسره براغيها السكه. هاي السكه الناس تروح للبصره، للبصره تروح على هاي السكه. مواطن مواطن جابنا لهنا حتى يقول لي يا ابي شوف لي موضوع السكه. لا يريد بيت، لا يريد راتب، لا يريد كل شيء. كل شيء ما يريد هو. هاي السكه يريد. ها يريد. ها شوفها هاي السكه. شوفوها ها شوفها. ها شوف شلون مفتوحه براغي راخيات مالت. ها شوفها تدخل بيها. هاي ها هاي السكه مال قطار راح تشهل. هاي السكه مال قطار. ها شوف شلون راخيات. اسمع الصوت اسمع. هاي سيد المدير احنا بلغنا وهذا ما حد اجى عليه. منو بلغ؟ انت بلغته؟ لا الولد ابو زيد هنا عندنا حيدر ايه. شيخ هو ايه. وراح ويا خالد الولد هم. شوف بلا انا بدايه شوفها بدايه يعني. هاي البراغي يا ناس يا عالم شوفوا السكه هاي تمشي للبصره توصل. هاي الزوار شوفوها لو ما تشوفونها ما ادري والله. مسافرين. عموما هاي تحياتي وسلامي للجميع وان شاء الله يوصل هذا الفيديو. صور الجسر. الجسر ولا تحت الجسر للدائره ولا السكه هي كلها رادنا صيانه.